فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا كل خميس أذهب إلى الشرقية من الرياض، فهل الأفضل لي أن أصوم الاثنين والخميس علما بأن الصيام ليس شاقا علي حال السفر؟ علما بأن الصيام ليس شاقا علي حال السفر. ما في بأس، صيام التطوع في السفر لا بأس به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تطوعا في السفر، إنما الكلام في صوم الفريضة. نعم.